كتاب جمع الجوامع نناد السفرثيد الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي في علم الأصول كنت سمحتي غيث مثلا الكتاب جمع الجوامع من أهم الكتب في علم الأصول ذكرنا ذلك مفصلا في لقاءاتنا السابقة فكتب تجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي المجلس الرابع اليوم نبدأ بفضل الله تعالى وتوفيقه يقول المصنف تاج الدين السبكي والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف وكذا ولدنا المصنف يعني تاج الدين السبكي إن الحكم هو خطاب الله تعالى الحكم الشرعي ذا شو ذا دين ربي بالوحيين عن طريق الوحيين إما عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة هذا هو الوحيان شكون ما الوحيان الكتاب والسنة إذن ربي سبحانه يخاطبنا مدي سفغ الحكم يفكد الحكم معناه هو خطاب الله تعالى ولكن لمن المتعلق بفعل المكلف شكون هو المكلف هو الشخص البالغ العاقل الذي لم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية إنسان بلغ وعاقل أي غير عاقل لأن العقل مناط التكليف العقل مناط التكليف هذه قاعدة ذهبية معنتها ما يليون يبض ذي العمر ولكن يروح أسلي عقل ذلك حسب على ربي حسب على ربي ولكن ولا يحسب ونسعى العقل أي غير يرفع القلم حتى عن النائم لعبد يطص ثم طوث ثم مات ثطص ثم قلاب ثم يموت أندس إخي رفع القلم عن النائم إنسان نائم طوث وثعم ذارة خطر لو كان سلع قليس ثعمذ أسواد الجريمة ستنكريم لذلك التكاليف من التكاليف الأخرى العبادات إلى آخره يتفر ما يقول المسكين المهبول يعني يروح سلع قلنا كذا وسقر زالو زوم زكي أنت يزرع ميواجي أذي السعو أين النظن ما هو أذي السعو ما يسمى بقواعد النيابة الشرعية قواعد النيابة الشرعية ثل الولاية ثل الوصاية ثل التقديم ثلاثة يك تسيق هذا قيد يفكى الشرع يوجد يسعن الأعذر أقشي شمش طوح يسعن 5 سنين إلى قس الولي لو تيتور ليه رديوس هذه الشرع فور بروتيجي أقشي شاقي قرو ذاقي لا بروتيكسيون سي توتال أما الكوتي مورال الكوتي ماتيريال معناتها أما ذي تصرف جينوس وكذا وكذا يحوج وسيف ذن وثير في ذن وكذا أما كندا الكوتي ماتيريال إما يورثد سيبافس انت هذا وجيل يورثد في حونا يورثد في حير يورثد بلك الشركة يورثد ذري من هو ريس في ذن إلى قد الولي يوتيتو ذي ليد عميس جديس إلى قد الوليين ما يلولاش ذي الوصايا أشو الوصايا وينالك نيوصي الأب قبل ذي مث
توسلت وكيت مورث النقد في زرام يون قبل هذه مث أكيني أقلي وصخك ما رمثغ شيني افدذي وخامي ووراوي وكذا يوصاكي دايما مادامي وصاد فيجي قرص الوصايا ماشي الوصية الوصية تستمو الوصية إذا عرفت مخلف الله ترمينولوجي مادين ظل الوصايا تسا أكيني إنك أقلي ذا موظين ما إلا يكتب ربي روحه غلا خرط أقلي وصاك أقلي وصاك ذي الشيء جارين كلش لا جيستيا أما تحانوت أما ذي شوال وكذا خلاص ذي الشيء قبل يأكل شوال نيوجيل نني ذي كيتش خطري وصاك إما إلا يموت ولاش للتيتور للواصي لأول الشيء يخدم ذا قد يروح القاضي أي غير القاضي القاضي صاحب الولاية العامة خطر نغد الولاية غصم زورو الولاية المقصودة الولاية الخاصة الولاية الخاصة الأصلية هذه يعني لا تبنى على غيره على غيرها مباشرة فهي ولاية أصلية ولا كولاية الأب على أولاده مثلا ولكن الولاية النيابية العامة كولاية القاضي هذه القاضي أي القرنش القاضي ولي من لا ولي له والقاضي صاحب ولاية عامة ولكن هي ولاية نيابية ماشي ولاية أصلية هي ولاية عامة ماشي ولاية خاصة معناتها الفغاديني هناك أحكام كثيرة في هذا الباب طيب إذا ما لولاش صاحب الولاية العامة اللي هو القاضي يعين مقدما هو الذي يقوم بتعيين ذلك الشخص المقدم القيم ويشرف على الأمور المالية لذلك القاصر أو لذلك اليتيم هكذا من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة مكلف لذلك نكون أمة التكاليف أمة التكاليف ربي كلفة المسألة قسم مزيد خطي مزيد ولكن نبض درجة تكليف سن التكليف داين أقلا مكلفون فتجري علينا أحكام الإسلام من بعد الإنسان يكون مسؤول على تصرفاته أي نخدم يسعى المسؤولية ومن ثم لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله أي ديو المصنفة ولقين إشارة إلى قوله تعالى والله يحكم أكيد نربي القرآن الكريم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب الحكم إذن لله سبحانه وتعالى الحكم أساساً لله سبحانه وتعالى طيب والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وصفة الكمال والنقص عقلي أشوف غادي نقل المصنف إفغاديني اسمحتي مسألة مهمة جداً ما هي الحسن والقبح في كذا أمور فطرية ولكن أنت ذا جينات ملائمة الطبع شو المعنى الطبع معنى الطبع السليم الطبع السليم ولكن سمحتي الطبع السليم هو الميزان إذا كان الطبع ما هو سليم لا يصبح ميزانا أذكر مثال آخر قارنك أمان مدفن سلع صر ما إلا ذي لسوس ذي العنصر العنصرني زدي أمان لحون ذي ثرقز ديث أمان ذي ثرقز ديث أي غار خطر فغند سي لسوس سي العنصر فغند زديث أذي لحون ذي ثرقز ديث إما إلا ذي لسوس ثلوغ ثلوغ لوغ الوامان ذي لسوس أمشي ردوض الغرنغ يثرقى لغن نغلا زر كانت يكون الروبيني ما خمك الوجافيل سواطاس وكذا تخضب لك الروبيني أدفغن نغمي إلا يقيم شحال بومنوح والحينارة ملمي نغلوغن أدسنك دي فريكيان دسن لغن شورن داكال إلى آخره أيضا تفكر المثال لكي ميم القلوب ميم الفطرة النغ يخلق ربي سليمة يغرد النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أجروز ما الدلال ربي الزد قلس الإيمان صرب سبحانه
ولكن ذي مولان ذي لونتوراج لونفيرونمون ذي البيئة ذو كذا كي تساوينا قشوش ديال العبد ديال 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 الفريد زرميغا فأبواه هذا الشيء من بعد لو فاكتور يعني العامل الخارجي فأبواه وإشارة إلى لونتوراج إشارة تفاميلتنا المجتمع يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إماجين ثلوك الديلة الوقروذ أثنج كان كني بلا من الناية سكن غكا أثنج وحدس سيمي تيمور يتسيسين بلي لا ربيون مي ماكش من دلونتوراج وياض وسيننا وما ماشي وني قلنا ثلاثة لو بير لو فيس لو سانت اسبيري ذغسر وين مسكين سلوغ نس الفطرينس ابراك دي قافل اخيني ماشي كاش التوحيد داكي ربي ماشي يون ثلاثة ذغا ذغا ذاهب اي غردو سانت كتب العقائد داكي المنحرفة ولا من الانحراف يضرا وخسر جماعة الخير يضرا العجب ذي الأمة هذه تصيونا ذي يرقوث الصباح ذكر هذه واجدين لكن شو خدمك وكي أروف يا رب مغلا شو غيظران معناه الفطرة صال فينا العقول خطر الانفيرنمون البيئة نفغا تزديك الدعوة مغلا تزدي البيئة الانفيرنمون مي يتزديك بلغ إلا الوقت يخدم التلويث نغتلوث قلغن للوقذي سلوغون اللاغن للوقذي سلوغون أولاون من بعد ما يلوغ كل شهر من بعدين كل شيء يلوغ صافي فينا الممين في ازدياجي في الانفيرونمون باش تسيلي إلى قاسين الشروط إلى قاسين تسديد قلغن تسديد قلغن إذا كل يوم يا خويا نسوى القهوة نغامان الكساقي وستتقارا ذي فرع ان سيفيليزي اخي كي قارد السيفيزم وقول شو داغي في نويا الدين ساعة العقيدة خير نسن بساعة السيفيزم وقي سوى القهوة في جكون كانيس إن كويت ولا من وقي كل حند قفر ذا ناكل من مين فوكا في السرس أن دفيع الحال ماذا غرم يسترسيث ماذا قبل يسترسيث ماذا اليأول يسترسيث ماذا قشران شين يسر حسن نورمال مثلا تقضى الزرضة مثل الكونسيكو يا أخي الحديث إن إماطة الأذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق في رواية أخرى والحياء شعبة من الإيمان لذلك أردني غولك خطر يهضرد المصنف رحمه الله تاج الدين السبكي يهضرد يناد في الحسن والقبح فوضع الطبع معنى ثورة الطبع السليم هو معيار ذكره المصنف ولكن السؤال الذي نطرحه لذلك فصلت هذه المسائل هل بقي الطبع سليما الخير مازال والحمد لله الخير مازال ولكن أندى للإنحراف ذكي قرن قبيلث يغلق المون سيضرا ما يغلقون سيضرا ذهب أتنتقض يروح كل شيء يروح أنت ليروبير يروح الميزان من بعد يكمل إنك وصفة الكمال والنقص عقلي مثلا إنك من ينقص ذي العقل غلا إلا ولا مارحين استقبلت العقل ذي الميزان ذي الميزان العقل ذي الميزان ذي حيني ذي نكمل ذي خوص شغلقي يوقن نغي يخوص نغلا أكا والله هاري خوص أكي غي نوزن شغال نغيرا نغا ثورة سيدي الجنازة ذي تدارت الجنازة إموثيون وقاذن الجيران هقان ثمغرا يفن ثمغرا ذاكي ثورة صدي بون الميزانة أسين دول هاري خوص أمشي وقاذا قاد سرون خنويات كثم طفل سعدي ثمغرا نون ذي السر ذي ليسر إما إلا كين نو نكني أنسى عدي ثمغرة سلفاروض أكل بروغرامة تنطبق 100% أسين ذي خوص أي غدن ذي خوص ذو أجيدي قصد إي خوص خطر سخدم ذي الميزان ماشي كانوا نيو ضرر شرعة لا عقل كان لا عقل وحدس يسعى الميزان
لذلك أمور دقيقة. أي غير تجدين سبكي تحدث عن العقل بس كنا نحتاجوا إلى العقل في فهم الأصول. غادي تهجي ثورة باش لو مخنا غادي لي مليح فور باش مرنس القواعد الأصولية العقل هذه اللي يوجد باش هذه فهم تمثالني لأن مدينة وصفة الكمال والنقص العقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا. وطبعا تجي أمر طبيعي فإذا كان الإنسان خالف مقتضى العقل ومقتضى الفطرة والطبع السليم ليترتب عن ذلك على ذلك الذم إما عاجلا أو والعقاب آجلا إما تفضيون ذي الزم إيمانيس ذي الزم إيمانيس لكن اسمحي حقا أسمي خدمة كذا وكذا لا نقول يخدمناك لا نقول يخدمناك لكن اسمحي ندمغ أسمي ندمغ 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 خطر خدمة حاجة تدخل في الشرع وتدخل في الميزان وتدخل في الحذاقة يا أخي قارنك الزربي وحذيق أي غردي قبائلي ثماركين ذا شو قزدغن يا أخي الزرم ثم شاموت ذا شو قزدغن ثوذرين ذو حذيق أكذي من شوف ذا شو قزدغن إذورار إن يكذي الفاز نغلق وافي الفاز أكذو معروف مهم ثم شاوت مقارضة المسينة أتخيل كيزم أريد سجع كذا وكذا أتخيل كالفاز أريد سجع سمي عروف تخيل كي يحذيق أريد سجع سمي شوف خطر أحذيق يحذاق ذي لي مقارن الظرف إيو حذيق إما روح أنت لأوروبي راقي ذاغ نورمال أمشي يغال كل شيء نورمال غسل النورمال يغال نورمال أليس كذلك نمس فمك في تمسالكي هكذا ثلاث فرضة تكنولوجي التكنولوجي إزمريون ديث مغريون أتفوطين بلا ما يشاوريون الفرح يتسو فارس أبري اللي فوطان تشقار فيسبوك ما ينتقدوا مغارة كيني شاية مغارة كيني ما تعرف والو خطر السينار فيسبوك وتفضل كلي فوطان لحون تدي الفيسبوك أتنطقها كي نورمال سي لا تكنولوجي مشاكل نثورة ياخد الشورض مقار الشورض الشورى هذا ما كان الإمام يجي هضر دي العقل نحواجي فيقى ما زاد ننطق الشريعة شو دلنا الشريعة ثلانت لدروا دلهم يزير فان بومذان ثلال الكرامي الناس لكذا أتخذ مضي الخير يموضين نغيك الليل يخي تسوى من الجمعية تخدم الخير نغلا تعونيك الليل أنا في رمضان الفقراء المساكين أسفك انت شكرت نسمي ذيون أكو ذكيلون سكر أكو تقرعت الزيت فطين كاميرا لي فوتو اشجع الفيسبوك يا جماعه اقرا نخدم الخير اه الفقير ني خي ساعه يسال حرمه ويسال حرمه قروزنا مشطوح يسال 4 سنين ديال عمره اش داو جيل اتفوتيل اكت شكرت السميد ادي فاضي الفيسبوك ازكى بعد 20 سنه انسى غادي يولي مانيس اكن مي سي فو فغادي تعاونوا ضمنوا فضحض زي غير روحها غير الميزان ونغدا ولا كي ماشي قصدق والله ما قصدغي والمنهج النبوي دي قرا ما بالو اقوام في غادي ني غنبغى نعاوني غير الاثنين عيون دي السر هيا دي السر دي السر ام بعد نفك دعوة الخير كوني صر ربي اكني صر مي اللي كوني صر ربي كوني فك ربي البركه نعم مي غير الفوطو تاعي وكوكا بزاف بزاف هاد عوده اخرى مره اخرى وري فهمتي مسالكي نسعى الشرع نسعى العقل نسعى الحذاقه يدي تسنسي الطبع السليم ادي روح يون اكيد يزورها منوي 13 قال هاي غير اخويا العزيز الطبع السليم يرفض هذا تفغض الشرع ربي الناد لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا مين ويام شاست تضيوان لا روح بالعقل استوي لينك ثورة ما تساعد سي عديدس ثورة ما يضروا العجف ذينا الله غالب هذا سنة الضروة تبيح المحظورات نغلا مي هذا هو لذلك الغردينا ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا
ما ليون رزم رمانيس وريح سب رمانيس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. أكيد هنا عمر الفاروق إنك زمث من ون قبل تزمن ثوارث زمن تمنديث ثوارث زمن لخرط إذا وزمث الخزمان ون قبل تزمن. هذا هو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. من بعد ذا شو دينا في الأخير شرعي مع أن تثمسة العقابة الشريعة سيدينان أي غير الشريعة القانون لك يعاقب ذي الدونيث ما يطفيك إيه شحال غاشي يقول في القانون وثني الطفالة غلا إيه ما يسلك سي القانون يا أخي مازال لا جوستيس ديفين مازال ليهن غلا لين الغاشي أذي ظلم أذي روح لا جوستيس يسعى تساويل يسعى لي بابي يسعى وزارة شو يخدم لسونسي يربح الجوجمون. من بعد إلى خرط في غرب الدين ذاك والعقاب آجلا لأن الشريعة لها جزاءان جزاء دنيوي وجزاء أخروي إلا الجزاء ذي الدنيا إلا الجزاء ذي الأخر أو نسلكن ذي الدنيا خطر يحرش ولا قال ذي تسوب لي لا الأخر ربي ناد ذي الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ذي الدنيا ربي الناد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. وإن في سورة النحل آية 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وبعدين ندرجوا ما زال ذكي إليون اسمي عبد الحميد غراب قاضي جوث نتمورث نسي حكاد إنا يساد غريون حكمة في الوقت المحكمة قاضي يلسى بلطة فريكان بضغط دردو سينس أشو سينا نسى كرمكم الله يسوى يخدم ثواغي ثاكو يروح هذه ناغ الحصب ولين غالة مين بعد القانون سيحكم العقوبة ثمش طوحث أشو سينا القاضي إنا سيد القاضي طبق في لي الشريعة باش هذا السلك هذه الاخر يشوف سي قرمص تعوقف ضيس القانون هذاك الشمال الحبس كي ربو سند فغ وجمال الحبس شويه الغرامه انا شو يعني سنك في غير السلك هذه الاخر خطر العقوبه الشريعه فافي زدي دي الدونيث ذي الاخر يهنا ولاش العقوبه ذي الاخر زين يبوي الحق سي الدونيث ولكن إما إلا يسلك سي العقاب الدوليث ويسلك على ذي الأخر لذلك القاضية قي أتصل يسدينا نكتب تكتف اسميس الكتاب شوية صعب أشو اسمع الأحكام الشرعية إدانة للأحكام القانونية إند خلافا للمعتزلة فجي موضوع فيه تفاصيل المعتزلة يحكمون العقل كثيرا فجي مذهب طائفة تفغذي الأمة اسمس المعتزلة لكل هذه الشمرضية التفاصيل نسو نكفو يارها دوض العيشة ونكفو غراول ولكن تكفي الإشارة تكفي الإشارة لعلي أجد وقتا آخر مناسبا للحديث مفصلا عن هذا الأمر. الآن أكتفي بهذه الإشارة فما لا يدرك كله لا يترك جله خلاف المعتزلة. بعد شو دينا وشكر المنعم يروح مباشرة إلى شكر المنعم يعني رب سبحانه وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل. الوذ المنعم ضربي ربي فكاد النعم ذنسي تديف كان أينك النعم ينظر ذنسي تديف كان أما ثقاد نظر ما ثقاد السينالة خطر النعم كثيرة ضربي تديف كان وهو المنعم. إن شكر المنعم واجب ماشي بالعقل لا بالشرع أخطر يغر ربي أوجدنا من العدم إيجادنا من العدم نعمة يفكى يغد تزمر يفكى يغد كذا يفكى يغد أو كل نعم يغد يفكى ربي سبحانه ولا شون سار النعم ذي نغاكوا يكو ولكن ذاقي الناس والصنفان إلي والصنف
يحمد ربي في النعم ما يزول سيف دي يحمد ربي يفقد سوق خامس ولا افريد يسيدي صوضا خطر نسدك في دارنا النار ثولض افريد سيزريك ستيطيك حمد ربي مكيد باللي لاني وندا ذا الغال تولي راه وريسينا المسكين لي كولور انت ولا راه يسعى كان كلشي دابا كان وخلاص ايه صافي زيغ قلق لاباس ايه شحال النعم مي زمر يوند هنا موري في مارثي مسالاكي يوني ضط قرا حتى غمستي سالي ديكوتي ياك بالك هادي ديكوت اشين يا عجبه سو غمستو في جارا طرونكيل وهنا غير يا ولدك يا هضو ربي 364 بوظان سطن الاز يوني قرحك سو غمستي حمد ربي باش تزرد قلك في النعمه 364 نوي صادت انت ديال هنا ذي ثالويث يوني يضا ويلحقيك العذاب شويه القرح شويه كذا باش تزرد شويه سوى النعمه هكذا لذلك ربي سبحانه واشكروا لي ولا تكفرون في القران كما في سوره البقره الايه 152 والايه كثيره يمدنا ربي سبحانه وقليل من عبادي الشكر مدينا ربي سبحانه ولئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم وين يبغى نتدوم النعمة وتنرني أذي حمد ربي يشكر وربي ند وسيجزي الله الشاكرين أغدي فك ربي نعمة أثن الشكر وهذا واجب شرعي أربا غدي يرنو ويرنا غي فك الخير الجزاء وسيجزي الله الشاكرين وذي سورة الفاتحة دائما نقار الحمد لله رب العالمين وذي الصلاة أمشى دين الشيخ سمع الله لمن حمده نكون مكاس دنر ربنا ولك الحمد باش نحمد ربي دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وين حمدنا ربي ذي الدونيث يقول في حمد ربي من ذي الجنة في حمد ربي ولن غشي ونحمد حمدنا ربي نغلا أتفضلني ساعة سليث ايا بيسكو لاشتي مغار انت لاون غانتيري شطح يلا في سلي تو سالتو فدا مغار الله يبارك ثم مغار الله يبارك الخير رفاع حلسه زيضان حس انسى ملي تسن انسى والو حميد ربي تخدم ثواغي في المغار شوال الفتنه الحاصل اكمي هذو ربي حمد ربي موت حميد ربي اتشمض جوث لا كاتيجوري سميس كفار النعم خطا الكفر كفران الا كفر المله الا كفر النعمه نغلا نحمد حمد ربي صافي نحمد ربي اليس كذلك لذلك اي غير دينا ذاكي وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل خطا لنت المدارس العقليه اش قرنت اخويا سلا لوجيك لا لوجيك الشرع قلت نحو جار نو لا لوجيك نحواجي تلقوم كانيس ولا سيفك التريتوار ان ذا تحرك لا لوجيك ذوا لا هذا الشرع الناس دا ولا في ما سبق ونعاود من بعد في الدروس القادمه ان شاء الله معناه النقل متبوع والعقل تابع والعلاقه بين العقل والنقل ذكرناها حينما استشهدنا بمقوله ابي حامد الغزالي الله يرحمه إنك العقل والنقل العلاقة بينهما كالعلاقة بين البصر والشعاع ير الوحي القرآن الكريم أكذ ولا وكذا ولا ربي 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 ديفكان لا يفكي غدك ولا غن أغدي قرص خذ مثال لا غنون باش تفهم القرآن صافي لقادرين لدو وريزمير يونكيني إن كذا القرآن بلا ما فهم خذ صافي وكي يغلط نغاشي نكو حوايج غير القران سير العقل كاين سير الميزان غلط المعتزله هذا قسم تروح تروح حسن سعن ليكسي ليكسي لانهم كانوا يحكمون العقل كثيرا ابو حامد الغزالي انك باش نفهم العلاقه ير سيناكي انا كم ام العلاقه ير ازرق تسفف صح ثورا هذا شينيغ والد كان شو تفض قفوس ما ثلاثة فاث يا ناس اللي ظلني أدأ تعقل إيه مثل القضلني ولاش
خطر يولد في لا كونديسيون ولا شيت اما ولا اشتفاف فريسيتي هكذا نغث ولا شي زري نغث غلقظ اللي ثورا كياكل اكون سوالير ثورا غلقظ اللي وروالا ولا ذيون اي غر ثفت لا ولكن ازري غلق غالني وصافي يكون ولا غالي الدي غالني ولا كون ميم في ذات سكي قلقة نوالي إلا قذيلي القرآن وحي وذيلي العقل أكا وكذا مكانس أم بعد ولا حكم قبل الشرع أكيد إنا ولا حكم قبل الشرع ما معناه معناها ونزمد نهضر في الأحكام سوى ما نغادر الشرع لا أنت الأحكام العقلية وحسنت ولكن في ضبط حركة الحياة وحركة الإنسان في الحياة لابد من الشريعة باسكو ربي ينادي في القرآن في سورة الجافية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شرع ولا حكم قبل الشرح وربي ندى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورة الإسراء الرقم ينسى شحال تيزيوس 15 مش هسه شو مليح سورة الإسراء نيميرو تيزيوس 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربي جمد يعتسفيون ومتبضر الدعوة ودن قراو قال انه 75 سنه مازال في تظليف مزي غاسك ندي فاصيل على روتريت مسكين يصو غاسك ني صو 75 شي داوني يموت ما امشي ينيد كم شي سنين ضي ربي ضرايون بلا شك ينيد كم شي سنين سن ربي سمح حس باسكو تبغي ضر الدعوه الاسلاميه تبصي يسل الاذان يزرى كلش مي مزي مسكين مازال يصوت إلا يوم 73 سنة جامي الظل أسمد فاطمة غارتي سنة سيا مغارت زرنا كجا سليم الناس تقول سيد حكوا لي العبرة إني سيد حكوا لي العبرة خمسة في نروح كان نظل وخلاص يروح يغض اللوضو بيسد السجادة أركعو تيزول ريموث أريكاردياك قصة حقيقية للعبرة الإمام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه الناد ما أكثر العبر وأقل الاعتبار يا رب شو نغفلها لذا كان ربنا في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين خطر نساء ينسلمن يوين الظلم نساء ثناكو أثنى دي هذا ربي ماذا غلق تنبيه الشطح تنبيه تنبيه الغافلين خطر سيبا نورمال وثي كوس العقل سكيني كيني مرة الظلغ الظلغ كونفنابلمان ما شامي مظل لياقي يكوه سورتو مرد حجر يقين كان دينه من فقبو كان دينا كل خاش كل خاش وين نظن لين ميديك لاري هذا وني كل خاش شي قار شي انا كوني نعوج لا يوم يزمر نفغا موديل الظالم اللي حد غا كان عانف ذاك غا صور ورنا كوني لا يوم يزمر ذي فهمت مش جماعه الخير سي با سا ماشي وبالنسبه اليه نورمال عقلا هل نظر في كذا القرايه الدبلومات وكذا كيني عقلا يلق الظلف شو ما كتفضل الملائكه الظلف هذاك يتغلظ نسعى وكريم قارص على كوم ما كنسني وباسيون الا سنكسي على كوم 5 بريير بار جور 5 ظله مي غلظه كان تسمحوا يشي ولا شي على كوم شيني اتفير سي ظل ذنوب ولاش راكم معايا في الخط نسال الله ان يسترنا وخلاص وبعدين شو دينا ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده إلى وروده أي إلى ورود الشرع وحكمت المعتزل العقل الصحابة مثلا يخي الشراب من الميت حبسنا الميت نزل آية التحرين مغلا الآية تمزورة مازال لو قاليت سن شراب ماشي ياك لو قاليت سن شراب كرمكم الله يمدينا ربي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس قبل هذه الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية قلت حرمنا ثند كان في زورين أظل تسمارا كل شوالا يزمر تخذ من سيسنا نجو نغز فيه في نغو أما كنزمر تخذ ميني حرمنا
دايا سكرة ودينا حرام ليش تاخذ منه سكرة ورزق الحسنة. دوزيام ايطاب اشو ديننا؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعدين لا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما زلت في الحرام قال مدينا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ومن الخبائث ذوى والميسر القمر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان في الشتنب وذا يمك فأول بعد أبعد. فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ قالوا ربنا إننا انتهينا. لا حكم قبل ورود الشرع، إذن الأحكام الشرعية جاءت بالتدرج. فساد الحكم دين أم بعد وحك شو دينا؟ وحكمت المعتزلة العقل يغالدة أو در إشارات قوية تجدين سبكي. وحكمت المعتزلة العقل، المعتزلة كانوا يدعون إلى تحكيم العقل، العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. يا إما الحظر اللي هو حاجة ممنوعة أو الإباحة حاجة مباحة جائزة، ثالثها الوقف. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. ما الشخص الغافل أو الملجأ بعدين وكذا المكره على الصحيح الإنسان المكره. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إناد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إما ينخذم حاجة كرها أدى سبب السبب ذي ما سسين ميتسن ذرو يسيث مطوثي ثورة نغنكني أنفغخم ثورة خذ من الأباريسيون فلاس إفرايس طلقني زيرو زيرو إفغاس مسكين العقل مزي غسكني ويسين أرى كل شوالي حرصنتي مولان مولان سين كان يقول لان ثم توصلني مسكين تيفريز طلق وقي طلق المكره لا يقع لا يقع ورضا مكي الشرع. وأشياء أخرى كما قال القرآن مثلا في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سورة المائدة الآية الثالثة فمن اضطر في مخمصة خير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لذلك يرفع الحظر باش عند الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. وبعدين ولو على القتل يبظل من القتل يأتي شخص يعني أقتل هذا أقتل هذا أو أقتلك أنت مسائل صعبة جدا. وإثم القاتل لإيثاره أشد الناس سبحان الله لإثاره نفسه ذقي يسعى الإثم خطر رغم أن هناك إكراه ولكن آثار نفسه صف ينفذ. الأصل أنه لا ينفذ لأنه أمر بقتل إنسان وربي ند من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تجد سبكرة يسمى من مسجد الجنائي ذي المدني ذي التجاري يسمى هنتك شو تشوي طب بعد تولي مرزداف. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة راجع مرة أخرى المعتزلة. وفي غير هذا في المعتزلة بزاف خطر وقد غير روح الوقت تصدق في هذه الإشارة. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب. ما لا يساد الخطاب الشرعي على سبيل الجزم على سبيل التحتيم التحتيم محتم ذاقي وقي إيجاب معنى هذا واجب. فأثني الشم مقلة دخل في الحكم الشرعي بطريقة في غاية الذكاء. لكن ما هو الحكم الشرعي التكليفي؟ الدينار الواجب كمل، المندوب كمل، الحرام كمل، المكروه كمل، المباح خمس أحكام. تجي أحكام تكليفية ماشي أحكام وضعية. خط الحكم الشرعي قسمان تكليفي ووضعي. ولكن نمشي نكشم ذيك الموضوع كي بطريقة ذكية أن من يلحون دي ثرقة مباشرة إنك. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أدوغل غرص أدوغل المتنة كين بعدين أدوغل أو غير جازم فندب أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة
يبوي ثنيد ثورام كني أثنيد نشرح بالتفصيل في قذي أنفذ الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا هو التعريف الجامع المانع للحكم الشرعي. والحكم الشرعي قسمان، القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. الحكم الوضعي سندرسه لاحقا في الدرس القادم ولكن في المجلس القادم، ولكن سيجي باختصار إزمار ذي الظلي ونطهور في 12 خط ذي الظل فالظلي ثني مقارن صلاة الضحى نغلا مي فالظلي ثم الظهر أتي الظلي كشم الظهر ربي أقيم الصلاة لدلوك الشمس. معنى متى تكون الصلاة ظهر واجبة؟ يتكون واجبة عند دلوك الشمس. هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. يلا قاتل المورث، قاتل المورث يون بعيد الشر يعني على كل حال ينغم باب تريكاني ينغاث قتل عمدي لا يرث ما يورثش. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد لا يرث القاتل شيئا، ينغى ينغى فافاس ينغى عميس ينغى بعيد شر. على كل حال علينا جميعا ويورثنا مفهوم، بشرط ان يكون القتل عمديا ماشي ذا النظام، ماشي القتل الخطا. القتل الخطا يروح يتسقيض يحوزيث ينهار طوموبيل يحوزيث يخدم لا ضال ويساوني يغليد فافاس ذا مصوص يغليد فافاس وقموثن فافاسني خطر يواظ لا مورتيسور لا ويقارن القتل الجاري مجرى الخطا. اي لنت دي ديتاي تفاصيل يغليد يغلد ماصوص في فافاس هذه ورث ماصوص هي اسيون تيغن غلا بس ميثني اريع مذاره ينغث يغليد خطا وقي القتل الجاري مجرى الخطا وهكذا في كذا فاغ الرضاع دي سي وجو ان جوني فغادي يخضب يوث للزواج انف باللي ثقشش تاقي في التضري مس نتسا نغنتسين تضري مس نتساث نغنتسا كوز نتساث تظن ريس نتمطوث تروا بروبابيليتي قلنا ربي ندوا أخواتكم من الرضاعة صافي ذي القرآن معناتها ممنوع ويثي منعان وضع لو كان ماشي تضايقي يجوز ثلاثة تضاع حبس صح حبس هناك وضع أدي يسيوني فريث مطوثي صلاة دانيار مينوت نغميسينا طبيب الشيني داين يسلا السبيطار ناس في كتاسة ذي شاديسو ستاد فينال بعد تساد مدام يسيني سامدام فريغان طلق بائن بيونة كبرى يفريز أبري يموث أتورث غست فرع أي غر خطر هناك وضع شو ذا الوضع يفريز يقصد باش تسي حرم وما لعب ذمكي ماشي ذي الوقت يفرون مدن الناس داين هذه الشهاده هذه الزال هذه السماح وكذا هذه بريباري ايمانيسي الفواياج ني اترنال. عثمان بن عفان بوست ما شو تسم ثقي عثمان بن عفان الناس تصورت من طوثني الناس يا عثمان يا امير المؤمنين ثم طوثقي ثفرا زرا ما شو سينا الناس يسعى سوء النيه من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بعكس مقصوده عوقب بحرمانه. الحكم الوضعي إذن سيأتي بيانه في الدرس في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن الحكم التكليفي أشار إليه المصنف في الفقرة التي قرأناها قبل حين في رمح الواجب أهد نشرح الواجب لأنه الحكم التكليفي للخمسة ذكرناهم الواجب المندوب الحرام المكروه المباح. الواجب ما طلبه الشارع يعني ما طلبه الشرع الإسلامي المكلف على وجه الإلزام والتحتيم وقيت تعريفين حكمه يثاب فاعله ويؤاخذ يعاقب تاركه وقيت تعريفين ولكن أقسامه أتصيقلا القسم الأول ألف باعتبار المأمور به إلى ما يسمى بالواجب المعين
إلا مقارن الواجب المخير واجب اعتبار المأمور به. مثلا الواجب المعين بالمثال يتضح المقال، ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والزكاة، ربي ناد ظال إنا تزكي، واجب معين ربي ندي سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلا وراء الظل قم كان وايض ولاش ولاش البروكراسيون اللي ظل كون دي ظل وحس أكا ونظل جميعا يوك الأجر إن شاء الله تعالى. إلا ما قال واجب المخير، مثلا يون يقول يحنث يا أخي لقى واجب باش يكفر على اليمين، غلا كفارة اليمين واجب، ولكن هل هو واجب بالتعيين نغ واجب بالتخيير؟ الجواجب بالتخيير، بمعنى إما إطعام 10 مساكين هذه 16 ريك الليلة ماشي ترواج وراك كيني ساتك فارتك حنفض إلى قد تزم ثلاث أيام لا زيور قبل ديال الفقراء ما ولاش من بعد أتشد 10 ريك الليلة نغاس نتسلسل نغطعت رقابة ما إلا ولاش في دار وزمي الله هذا شيء خدمة أذينا تزم ثلاث أيام صافي واجب مخير. فقلت أستاذ دي صورة وردين الصورة عند الدوسة كفارة اليمين في صورة دي صورة في مزورة القرآن صورة المائدة الآية 89 تدفض على اليمين في السطر الثاني تدفض الآية إلا أمي قارن با باعتبار المقدار واجب باعتبار المقدار إلا الصنفان واجب محدود واجب غير محدود. الواجب المحدود مثل الزكاة، الزكاة مدنة ربع العشر 2.5% سيغض 100 مليون يزيد فلس نتوس وقاسة تسفغض 25,000 دينار دي. واجب محدود. صلاة العشاء 4 ركعات محدود وليش ليش زقضنا كذا 4 ركعات قرن زرسة 8 4 النفلة وي النفلة ولكن إلا ما واجب غير محدود مثل الإنفاق ربي يدوى أنفقوا الإنفاق واجب أمر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولكن الإنفاق غير محدود ويختلف من إلى إلى قد تنفقض في مولانيك إلى قد ترفض في مطوطيك في الرويك واجب ماذا أغتز مرثيك ماشي دين ربي إلا قد تصرف مليون قد صرفوك مليون خاطئ إلى ما جيم باعتبار المكلف إلى الواجب العيني إلى الواجب الكفائي. إذن باعتبار المكلف هناك نوعان، النوع الأول اسمه الواجب العيني كالصلاة، صلاة واجب عيني كل واحد يصلي بنفسه لتبرؤ ذمته. إلى الواجب الكفائي كرد السلام، أدي السلام يدين السلام عليكم ماشي وكسين السلام عليكم السلام يون ميري الصبا فرا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجنازة واجب فرض ولكن فرض كفائي مش فرض عين إلى آخره. لقي فيه تفصيل إلا تقسيم سرعة باعتبار وقت الأداء دال باعتبار وقت الأداء إلى الواجب المطلق إلى الواجب المؤقت. الواجب المطلق مثل الكفارات يونس هذا كفار ماشي الشرطة تخدم مالا هذه يخدم كان النية من ميزمر لا ماشي فرضا ماشي ويقنص واجب مطلق ذمته تظل مشغولة إلى أن يؤدي ولكن الوقت غير معلوم. أكين كأخويا أذو الزمغ ماذا رمضانه أكين أذو الزمغ ذي الشتوى يخدم النية تزمغر يقول في ذو أخويا أذو الزمغ جوي أوت زميغر أذو خدمة كفارثي أتخدم ذي الشتوى جانفي فيفري ذي الحقيس ما يموت قبل لا ذي يخدم النية وقي واجب مطلق إلا واجب مؤقت مع أنتها يسعى مربوط بوقت صوم رمضان أدي صار رمضان من زميرة ثمير رجون فيه بس نطبعيك نرجون من زميرة رمضان شهر رمضان يساد ميد يساد المندوب ثورة أسريع في هذه اللحظات المندوب وقيك ذو واجب المندوب ما طلبه الشارع من المكلف يعني يطلبه أو طلبه الشارع يطلب فعله من غير تحتيم ولا إلزام.
إما بصيغة كيسن كذا وكذا قال إما حكمه الندب، إما بالقرائن ربي سبحانه يدير مثلا في كتبه دي سورة البقرة الآية 282 ماشي على سبيل الإلزام ملي غندير مثلا ماشي اللي تغرم الأمر غادي نضرب بيه في كذا نوردر سورة تفكي 100 آية أن دلان لي زوردر مي ورقصي ضرر ربي معناها أتخضمر يقصد مندوب ما تخضمت سيض لاجر متخضم ضرر سيض لاجر دلوف لقيا تروح كل 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 يسخلط كلش نسخلط كلش ميسفو ميسفو وراه ديما قلت حتى مسلم بغيت حتى مسلم وقال نخلطها كلش لا يزمر هذه الصيغه هاو يوني يخدم عقد من بلا الشهود من بلا الكاغض من بلا النوتير من بعد العقد يقول الصحاري صحه صحه ولكن دا شوي لان دا قيل الارشاد والتوجيه بور ايفيتي لي بروبليم وكذا وكذا يدينا كي شرار ولكن العقد صحيح طبعا والعقد يتم ولو بغير كتابه مثلا لان العقد يبرم بالفاظ العاقدين او بلفظي العاقدين بالاجابه والقبول حكمه يثاب فاعله وجي المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ونث يخدم النساء ثواب يسال حسنات ونث نخدم رساله ذنوب وتعاقب المحرم ما طلبه الشارع الكف عنه او عن فعله ولكن على سبيل الالزام ربنا الربا حرام حرام واحل الله البيع وحرم الربا اكفى ووال حكمه يعاقب فاعله ويثاب تاركه ونث يخدم اثي عاقب رب يتعاقب ذي شرع ونث نخدم انا يسعى ثواب كيما كيخذ بعض غير الربا كي تخرج الربا يلا المكروه ما طلبه الشارع من المكلف طلب الكف عن فعله من غير إلزام ذاكي ما شمل المحرم لا ذاكي من غير إلزام المحرم بالإلزام حكمه لا يعاقب فاعله وتاركه يثاب إذا ويمدح إذا نوى بذلك التقرب إلى الله شوف الدقة في علم الأصول ولكن فاعله لا يعاقب مكروه يخذ مثل حكم حكمه حكم الكراهة والقرن خلط أم المكروه أم الحرام لا لا كل يوم دقوم كانيس يخينا غم دير الميزان يسمس الميزان الميزان الفطاطا أم الميزان الذهب أديني ما كنا ميسمس كل ميزان الميزان التولى الميزان لاتونسيو كل حاجة سال الميزان 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 الفطاطا ولا ما إلا وحيا النورمال يبي يقول واحد يغذف أتورد أخيال تقبل الشيني خطر ذهب غليه أقرم ذهب مشان قرم الفطاطا الميزان ده الميزان لكن مخلف ميم ذاقي أنفهم الميزان علم الأصول يسعى طاس الفايدات نشرح حيث أنت الدرس نعدان ولكن برمي الفايدات نسين سعى الميزان ذايا باش غصروا حرى الميزان المباح أنقاله ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه يفكد ربي الأمر ولكن على سبيل الإباحة مباح حكمه لا شو لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يلا أحسن الجمعة أشو دين ربي في صورة الجمعة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أمر ما ماشي أمر أشو كنت في الجامعة أي غلوا قدي قيمة ويروح سخاموا إنك يا ربي فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله كنسينو بس يونيسا قد تفغى ماك ولا في حيرة تخدم ماك وذنب يروى نظر في اللون تدخل في القرآن أي ما وقيد الحكمه حكم الإباحة ولو جاء بصيغة الأمر صح حثا وربي ذا غيندي القرآن الكريم كلوا وشربوا حكم الإباحة إلا إذا كان يوني يخدم بنية قتل النفس بنية الانتحار ذا قدس سورة النساء الآية 29 لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ذي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يصحوان لقد زرم المقابر كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كونفيرماسيون زرت المقابر أيها
فإنها تذكركم الآخرة. يمد نزار المقابر صافي ثروي فلان، لا لا مباح، وين يبغى غادي يروح غادي يروح، وين يبغى نفك الدعوة للمرحومين ماشي لما نبصوصك راكم معايا هذا ما كاين. حسن ماشي من تسلم الأمر معناتها لا لا سيدي هذا كياك وخا كان سبحان الله لاش ودينا المصنف ديك نقطة مهمة جدا مدينا مخصوص أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. يهضر دقي في مثلا ذي السفر فطر المسافر الذي لا يتأذى بالصوم، أشو دينا المصنف السبكي يعني فخلاف الأولى إلا ذي الشرع ما يسمى بخلاف الأولى صف سجن. فميث مثلا الحكم التكليفي بجميع أقسامه، نفهم ما معنى الواجب بجميع أنواعه، ما معنى المندوب، ما معنى الحرام، ما معنى المكروه، ما معنى المباح. وسيأتي البيان في المجلس القادم إن شاء الله في الحكم عن الحكم التكليفي والمسائل الأخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.